ستريت معينه ار، في الكترون بتظهر هنا وفي هول بتظهر هنا، وبعدين الالكترون بيرجع تاني يفني الهول او يعمل له انهيليشن او يلغيه. عمليه البالانس ما بين الجنريشن والريكومباينيشن نتج عنها ان في عدد معين من الالكترون فوق اسمه ان نوت، وعدد معين من الهول تحت اسمه بي نوت، بحيث ان ان نوت في بي نوت يساوي ان سكوير اي. ده بالظبط اللي فيرمي عمله، قال لك ان في بالانس ما ما بين الجنريشن والريكومباينيشن. البالانس ده في الاخر خلى هنا عندك ان نوت وخلى هنا عندك بي نوت، لكن الماده بتفرض عليك او الماس اكشن لو بيفرض عليك، احنا قلنا المعادله دي اسمها الاكشن ماس اكشن لو، ان ان نوت بي نوت يساوي ان سكوير اي، وده طبعا ات ايكوليبريم. ات ايكوليبريم يعني الماده اتزنت نتيجه جنريشن ريت معين بيعادلوا الكومباينيشن ريت معين، والعمليه متظبطه زي ما اتفقنا على ان نوت وبي نوت. طيب لو انا بقى في ديفايس شغال، ما دام ديفايس شغال يبقى انا ايه؟ يبقى نان ايكوليبريم. طب ما في النان ايكوليبريم ها ما اقدرش اعرف فيرمي، لان فيرمي ليفل مرتبط بالايكوليبريم ما بين الجنريشن والكومباينيشن. فقالوا طب خلاص احنا هنحلها بطريقه ظريفه قوي، في النان ايكوليبريم مش هنتكلم على فيرمي، لكن هنتكلم على حاجه هنسميها كوازي فيرمي. يبقى زي ما في الايكوليبريم هنتعامل مع الفيرمي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، بحيث ان نوت بي نوت يساوي ان سكوير اي، هخترع مستوى طاقه جديد او مستويين طاقه جداد اسمهم كوازي فيرمي ليفل. بحيث ايه؟ بحيث بدل ما يبقى عندي فيرمي ما بين الكوندكشن والفيلنس، هقوم عامل ايه؟ هقوم عامل جوه الكوندكشن مستوى طاقه اسمه اي اف ان. يعني ده فيرمي بتاع الكوندكشن باند، واعمل جوه الفيلنس فيرمي تاني اسميه اي فيرمي بتاع الايه؟ بتاع الهول. بقى عندي اتنين فيرمي، فيرمي يمثل الكوندكشن باند وفيرمي تاني يمثل الفيلنس باند. الكلام ده اتعمل بناء على ايه؟ بناء على الاتي، بناء على ان ممكن يبقى في الكترون هنا الطاقه بتاعته هتزيد. طبعا الطاقه بتاعته هتزيد، احنا قلنا هيحصل له ايه بعد كده؟ هيبتدي يحصل له ثيرماليزيشن لغايه لما يقل. البروسيس ده بيحصل له ايكوليبريم بسرعه قوي، يعني الالكترون بياخد طاقه ويطلع فوق ويفقد الطاقه بتاعته، لقيت فونون، ما تنسوش طاقه قليله يبقى فونون. البروسيس ده بيحصل بسرعه جدا. نفس القصه بتحصل في الهول هنا، بحيث ان انا اقدر اقول ان في ايكوليبريم سريع جدا جوه الفيلنس، في ايكوليبريم سريع جوه الكوندكشن، وهنا كمان في ايه؟ في ايكوليبريم جوه الفيلنس. يعني بدل ما بتكلم على الايكوليبريم ما بين الكوندكشن والفيلنس، انا هتكلم على ايكوليبريم جوه الكوندكشن لوحده وعبر عنه بإي اف ان، واتكلم على ايكوليبريم جوه الفيلنس وحده وعبر عنه ان اي اف بي. يبقى بدل ما يبقى عندي مستوى طاقه واحد اسمه اي فيرمي يعبر عن الايكوليبريم ما بين الفيلنس والكوندكشن، هخترع اثنين كوازي فيرمي ليفل، واحد بيتكلم على الايكوليبريم جوه الكوندكشن لوحدها واسميه اي اف ان، يعني اي فيرمي بتاع الالكترون، وواحد تاني بيتكلم على الايكوليبريم جوه الفيلنس باند واسميه ايه؟ اي اف بي، يعني الفيرمي بتاع مين؟ البي. استفدت ايه؟ لا استفدت فايده كبيره جدا، وهتبان لنا حالا دلوقتي احنا يعني استفدنا ايه من الحركه دي، وخصوصا المعادلات بتاعت الكوازي فيرمي ليفل لما تاني تاخدوا اوبتكس باذن الله اللي هيكمل في كوميونيكيشن، هيلاقي او واكن عارف النان ايكوليبريم، بلاقي ان انا اقدر اشتغل بالكوازي فيرمي ليفل بدل ما بتكلم بالفيرمي ليفل، وهيبان قوي في كورس الاوبتكس اللي هتاخدوه باذن الله اللي هيكمل في اتصالات. طيب المعادلات بتاعتي بقت شكلها ايه دلوقتي؟ بقيت اقدر اقول ان جوه الفيرمي جوه الكوندكشن باند انا عندي ايه؟ انا عندي ان ان بتساوي كام؟ بتساوي بوجه عام ان سي، طبعا احنا عارفينها، في ايه بقى؟ في اي مش اف بقى، اي اف ان ناقص اي سي على كي تي، صح؟ المعادله دي كنا كانت بتبقى زمان ايه؟ اي اف ناقص اي سي،
لا دلوقتي EFN ناقص EC على KT. تمام؟ طب في نفس الوقت لو أنا حبيت أجيب المعادلة بدلالة لو تفتكروا الفيرمي اللي في النص. الفيرمي اللي في النص كان اسمه إيه يا جماعة؟ كان اسمه EFI. صح؟ اللي هو اللي في النص بالظبط اللي هو الانترنزك فيرمي ليفل. الانترنزك فيرمي ليفل. طيب يبقى ان اي هتساوي ان سي اي اس كام؟ اي اس اف اي بقى ناقص اي سي على كي تي. صح؟ يبقى انا كتبت معادله بدلاله الكوازي فيرمي ليفل وكتبت معادله ثانيه بدلاله الانترنزك فيرمي ليفل. تمام يا جماعه؟ طيب المعادلتين دول لو دخلتهم في بعض وشلت ال ان سي يعني عوضت من واحده في الثانيه هتطلع لي بسهوله شديده ان ان هتساوي ان اي اي اس اي اف ان ناقص اي اف اي على كي تي. تمام؟ المعادله دي ربطت ما بين ايه يا جماعه زي ما احنا شايفين؟ ربطت ما بين النمبر اوف الكترون جوه الكوندكشن باند والانترنسيك كارير كونسنتريشن ان اي وإي فيرمي بتاع الكوندكشن باند اللي هو كوازي فيرمي ليفل وإي اف اي اللي هو الانترنسيك فيرمي ليفل. تمام؟ هيبان اكتر انا بعمل ايه لما اكتب معادله البي. طبعا معادله البي مش محتاجه استنتجها لان هتبقى بنفس الطريقه هتساوي ان اي ان ان اي اي اس كام؟ اي اس بقى المره دي هتبقى اي اف بي. تمام؟ اي اف اي تمام ناقص اي اف بي. طبعا انا بتكلم هنا على اي فيرمي بتاعه الهول يبقى هي اللي هو جوه ايه؟ جوه الكوندكشن الفيلنس باند على كي تي. يبقى تاني بقى عندي معادلتين جداد مفيدين جدا زي ما هنشوف دلوقتي. ان هي النمبر اوف الكترون جوه الكوندكشن باند. ان اي هو الانترنسيك فيرمي انترنسيك كارير كونسنتريشن. اي اف ان هو الكوازي فيرمي ليفل جوه الكوندكشن باند. اي اف اي هو الانترنسيك فيرمي انرجي. بي هو النمبر اوف هول جوه الفيلنس باند. ان اي قلناها. اي اف اي هو الانترنسيك فيرمي انرجي. واي اف بي هو الفيرمي ليفل اللي جوه الفيلنس باند بتاع الهول. المعادلتين دول هضربهم في بعض لما من المعادلتين دول اقوم قايل ايه بقى؟ اقول ان بي. اضرب الان في البي. تمام؟ لما اضرب الان في البي طبعا واضح قوي انها هتساوي ان سكوير اي اي اس ايه بقى؟ اف اي مع الاف اي هتروح اي اس اي اف ان ناقص اي اف بي على كي تي. المعادله دي انا عايز حد منكم يا جماعه يعلق عليها. المعادله دي بتقول ايه؟ مجرد ضربت اخر معادلتين في بعض طلع ان ان في البي بيساوي ان سكوير اي اي اس فيرمي ليفل بتاع الالكترون اللي هو الكوازي في الكوندكشن باند ناقص اي فيرمي بتاع الهول في الفيلنس باند على كي تي. ايه التعليق الشديد الاهميه اللي في المعادله دي؟ ان الان بي ما بتساويش الان اي سكوير فما بقاش. برافو عليك. ان كان زمان ان نوت بي نوت يساوي ان سكوير اي. صح؟ اه تمام. دلوقتي بقى طلع ان ان في بي ما بتساويش ان سكوير اي. لا دي بتساوي كام؟ بتساوي ان سكوير اي اي اس فيرمي انرجي بتاع الالكترون ناقص اي فيرمي بتاع الهول على الكي تي. تمام؟ ومين اللي كان بيتكلم معايا؟ مصطفى؟ لا احمد. احمد ايه؟ احمد رضا. اول مره تتكلم يا احمد مش كده؟ اه تمام. كودك كام يا احمد؟ 211.77. 211.77؟ اه. طب كمل جميلك بقى يا احمد. اتفضل. لو ان بي ما بتساويش ان سكوير اي لكن بتساوي ان سكوير اي في الكلمة دون. صح؟ اه. دي معادلة النون ايكوليبريم. تمام. يبقى كل الفيرمي ما يبعدوا عن بعض، المادة مور ايكوليبريم ولا لس ايكوليبريم؟ كلهم ما يبعدوا عن بعض هتبقى لس ايكوليبريم؟ لا مو. لسه قريبا. لسه ليه؟ لان دلوقتي المعادله دي ازاي تتحول الى ايكوليبريم لو اي اف ان بتساوي كام؟ اي اف بي. صح؟
لو اي اف ان تساوي اف بي رجعت تاني ان ان نوت ان في يساوي ان سكوير اي ولا لا؟ اه عشان هتبقى اي باور زيرو. بالظبط. يبقى ده معناه ان اي اف ان ناقص اي اف بي. هذا الفرق هو ايه؟ هو عبارة عن measure of how much the semiconductor is ايه بقى؟ is in equilibrium ولا is in non-equilibrium؟ صح؟ تمام. يعني كل الفرق ده ما يزيد كل المادة دي ما equilibrium ولا non-equilibrium؟ لان إكوليبر. وكل ما يقرب من بعضه يبقى المادة بتقرب من الايه؟ من الاستقرار. لغاية لما يبقوا الاثنين زي بعض يبقى المادة ايه؟ إكوليبر. أفندم؟ هتبقى المادة إكوليبر يعني. المادة إكوليبر. يبقى شفنا ان المفهوم بتاع كوازي انرجي لا كوازي فيرمي ليفل مفهوم مهم جدا جدا لانه بيعبر عن مدى عدم استقرار المادة. كل ما الفرق ما بين الكوازي بتاع الالكترون ابعد من الكوازي بتاع الهول يبقى الماده اوت اوف ايكوليبريم يعني بعيده قوي عن الايكوليبريم. كل ما الماده بتقرب من الايكوليبريم هيحصل ايه؟ هيحصل ان اي اف ان ناقص اي اف بي تنس تو مين؟ تنس تو زيرو. فدام الفرق ده تنس تو زيرو يبقى الماده تنس تو ايه؟ تنس تو الايكوليبريم. يبقى تاني بنقول ان الديفرنس اي اف ان ناقص اي اف بي از ا ميجر اوف ذا ايكوليبريم اوف سيمي كوندكتور از ا ميجر اوف الايكوليبريم اوف سيمي كوندكتور. تمام يا جماعه؟ زي ما قلت لكم ده مفهوم مهم جدا وهيطلع له كمان اهميه تانية في شويه رياضه كده. معلش انتوا عارفين الرياضه عاده ما بنحبش نتكلم فيها كتير لكن وي كان بروف ان فاكرين المعادله بتاعت الدريفت ديفيوجن جي ان بتساوي ايه؟ بتساوي اي ان ميو ان اي زائد اي دي ان دي ان باي دي اكس وجي بي هتساوي اي بي في الميو بي في الاي ناقص اي دي بي دي بي باي دي اكس. طبعا المعادلتين دول ايه؟ قلناهم 10,000 مره ولسه هنقعد نقولهم 10,000 مره تانيين. المعادلتين دول ممكن بشويه رياضه بس كالعاده الرياضه موجوده عندكم في الكتاب مش لازم نضيع وقت فيها احولهم ان جي ان هتساوي الآتي هتساوي n في ميو n في دي اي اف ان باي دي اكس والتانية هتتحول الى جي بي هتساوي بي في ميو بي في دي اي اف بي على دي اكس. يعني عرفت اعمل ايه يا جماعة؟ عرفت اعمل ايه هنا؟ عرفت اجيب الكرنت بدلالة مين؟ الكوازي فيرمي ليفل. بس هلاحظ حاجه لما دي اي اف لما دي اي اف ان باي دي اكس ما بيساويش صفر ده معناه ان الكوازي فيرمي ليفل بيبقى ستريت ولا بيبقى مايل؟ يا جماعه لو الانرجي باند ده جرام عامله كده يبقى في كارنت ولا مفيش؟ مفيش لان دي اي باي دي اكس هتساوي صفر. عشان يبقى في كارنت لازم يبقى الباند مايله ولا مش مايله؟ مايله. مايله لان لما تبقى الباند مايله يبقى دي اي باي دي اكس مالها؟ لا تساوي صفر. لا تساوي صفر. لكن لما الباند تبقى عدله يبقى دي اي باي دي اكس يساوي كام؟ يساوي زيرو. يبقى عشان توجد كارنت في ماده لازم تخلي الفيرم عدل ولا مايل؟ مايل. ودي المعادله بتاعته. يبقى الكرنت بدل ما هتجيبه بالاثنين كومبوننت دول تقدر تجيبه بدلاله الكوازي فيرمي ليفل. هتقول ان جي ان هي عباره عن ان ميو ان وتاخد الميل بتاع الكوازي فيرمي ليفل جوه الكوندكشن باند فتجيب عدد الالكترون. لو عايز تجيب عدد الهول هتقول ان هو عباره عن البي في الميو بي في مين؟ لو سوري عايز تجيب الكرنت بتاع الهول متاسف. لو عايز تجيب الكرنت بتاع الهول هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن P في الميو P في ميل الانر ميل الكوازي فيرمي ليفل بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمسافة X. تمام يا جماعة؟ يبقى زي ما قلت لكم دلوقتي احنا اتكلمنا على مفهوم مهم جدا جدا اسمه الكوازي فيرمي ليفل. وشفنا حاجتين
اثنين كونكلوجن. الكونكلوجن الاولانيه ان الكوازي فيرمي ليفل بيعبر عن مدى عدم الاستقرار، وكل ما يبعدوا عن بعض كل الماده ما مش مستقره اكتر، وكل ما يقربوا من بعض لغايه لما يتحدوا الماده بتستقر. واقدر من مفهوم الكوازي فيرمي انرجي اقدر، او كوازي فيرمي ليفل يعني، اقدر اعمل ايه؟ اقدر احسب الكرنت بتاع الالكترون جوه الكوندكشن باند، واقدر احسب الكرنت بتاع الهول جوه الفالنس باند. تمام يا جماعه؟ اوكي كده احنا خلصنا الجزء الثاني من المنهج والبروجرام يعني، ونبتدي بارت 3 دلوقتي. بارت 3 طبعا هي زي ما احنا متوقعين هي البي ان جنكشن. بارت 3 زي ما احنا متوقعين هي البي ان جنكشن. تمام؟ طبعا الكورس بتاعنا مش كورس الكترونكس، فمش هيبقى عندنا وقت كتير نديه للبي ان جنكشن، هو كل حكايه مرتين او كتير قوي ثلاث مرات، لكن هنحاول بقدر الامكان نغطي الاساسي جدا منه. هنقول ان بوجه عام في 3 types of PN junction او of junction بوجه عام of junctions in electronics. يعني في العلم اللي اسمه الالكترونكس بنقدر نعمل 3 انواع junction. النوع الاولاني اللي هي of the same material of the same semiconductor. يعني ايه؟ يعني ان انا بجيب في سيليكون ان كونتاكت مع مين؟ مع ان سيليكون. يبقى هنا سيليكون وسيليكون، لكن واحده بي واحده ان، يبقى دي اسمها جانكشن. ما جانكشن يعني ايه؟ يعني وصل، مش كده؟ يبقى دي بي ان جانكشن ما بين سيليكون وسيليكون، دي هنسميها هومو جانكشن. هنسميها ايه؟ هومو جانكشن، لانها من نفس النوع. النوع الثاني ان احنا بنعمل حاجه اسمها ميتال سيمي كوندكتور جانكشن. النوع الثاني اسمه ميتال سيمي كوندكتور، يعني هنعمل ايه؟ هنجيب حته ميتال صغيره قوي ونعمل لها كونتاكت مثلا مع ان سيليكون. يبقى انا هنا كونتاكت ما بين مين ومين؟ ما بين ميتال وان سيليكون. ميتال سيمي كوندكتور جانكشن دي مهمه قوي، دي اللي عملك الشغل دوت. واحد طبعا عشان كده بتتعرف باسمه، اسمه شوتكي. فدي اسمها ايه؟ شوتكي جانكشن. وشوتكي جانكشن لها اهميه كبيره جدا في الالكترونكس زي ما مؤكد هتاخده في الكورسات التاليه. تمام؟ يبقى يا اما بي ان جانكشن هومو جانكشن يعني نفس الماده، يا اما ميتال مع سيمي كوندكت دي اسمها شوتكي، اسم الراجل اللي عاملها شوتكي جانكشن. الحاله الثالثه ان انا اعمل جانكشن from two different semiconductors، ودي بقى لها تطبيقات في اكتر في الاوبتكس مان في الالكترونكس. يعني اعمل ايه؟ اجيب جانكشن هنا، تمام، واحده مثلا اقول انها عباره عن البي تايب تبقى جاليوم المنيوم ارسنايد ماده معينه ترنري، والان تبقى جاليوم ارسنايد. يبقى هنا الجانكشن ما بين اثنين سيمي كوندكتور لكن مختلفين. تمام؟ النوع ده اسمه ايه؟ اسمه هيتيرو جانكشن. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه هيتيرو جانكشن. طب ايه اللي هيفرق لما احط مادتين مختلفتين عن بعض؟ ايه المشكله هنا؟ او ايه الحاجه اللي هتبقى مختلفه عن الهومو جانكشن؟ حد يقدر يلقط القصه دي؟ يعني لما تحط مادتين، سوري، لما تحط نفس الماده مع بعض تفرق في ايه عن لو حطيت المادتين مختلفتين عن بعض؟ يعني تفرق يا ترى ايه الهومو جانكشن عن الهيترو جانكشن؟ مش عارف هي صح ولا غلط، لو الزنك بلاند والدايموند الحاجات دي ولا لا؟ مش انا بتقول ايه؟ كنا واخدين في اول درس ان هو لو مختلفين يبقى زنك بلاند، ولو لا 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 سيبك، لا 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 خالص سيبك انت، انا مش بتكلم على الكريستال ستراكشر بتاعهم. الكريستال ستراكشر بتاعهم دي قصه ثانيه خالص. هو ايه اللي بيفرق من ماده للتانيه يا جماعه؟ مش الانرجي جاب؟ ايه اكتر حاجه بتفرق ماده للتانيه يا جماعه؟ ازاي بنعرف ماده مختلفه عن الثانيه؟ مش بالانرجي جاب؟
هنا لما بتعمل من نفس الجنكشن انت عندك الانرجي جاب يمين، هي نفسها الانرجي جاب شمال. لما بتعمل مادتين مختلفتين يبقى الانرجي جاب هنا زي هنا ولا مختلفتين؟ مختلفين طبعا، مختلفين. فده بيدي لك كاركترستيك مختلفة تماما. وبكرر دي بتنفع في بعض انواع الدايود وبعض انواع الترانزيستور الاوبتيكال ديفايسز اللي ببقى عايز لها خواص معقدة اكتر او فيها شغل اكتر من مجرد اعمل هوموجام. طبعا نتيجة الوقت احنا لا هنتكلم على الشوكي ولا هنتكلم على الهيترو جانكشن، هيكون كل شغلنا على مين؟ على الهومو جانكشن، دي عايزة كورس لوحده يعني، مش كده؟ يبقى تاني انا اقدر اعمل ثلاث انواع جانكشن في الالكترونيكس، يا اما من نفس السيمي كوندكتور هيبقى اسمها هومو جانكشن، يا اما من ميتال مع سيمي كوندكتور هتبقى اسمها شوكي، يا اما من اثنين مختلفين هيبقى اسمها ايه؟ هيترو جانكشن. تمام يا جماعه؟ دي مجرد المقدمه الصغيره قوي. طبعا احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا مش هنتكلم دلوقتي الا على مين، الا على البي ان جانكشن العاديه جدا، مش هنتكلم الا على البي ان جانكشن البسيطه اللي احنا هنبتدي بيها الدراسه بتاعتنا. تمام، واضح يعني ايه بي ان جانكشن؟ يعني انا هجيب بي تايب سيليكون واعمله ان كونتاكت مع مين؟ مع ان تايب سيليكون، مش كده؟ هنا طبعا في نقطه انتوا بتفتكروا ان هما الاثنين لازقين في بعض بالمنظر، يعني هو بجد هيجيب حته بي ويلزقها في حته ان. طبعا ده ما بيتمش بالطريقه دي، بس دي مش مشكلتنا دلوقتي. هو بتتعمل ازاي؟ هو بيجيب الان، تمام، وبعدين بطرق معينه بيخلق جواه حته بي. تاني هو بيجيب ان وبعدين بيغطي الحاجات دي، حاجه اسمها الماسك، وبعدين يتحط جوه افران، الافران بتتحط جواها غازات تعمل البي تايب، ويبتدي الغاز ده يديفيوز جوه لغايه لما يخلق ريجن بي جوه الريجن الان. فالبي ان جانكشن مش اتنين لازقين في بعض يا جماعه، لا ده اتنين متواجدين مع بعض بالمنظر دون. وطبعا زي ما كلنا عارفين البي ان جانكشن ده بيبقى الرمز بتاعها، ده بيبقى البي تايب وده بيبقى الايه؟ الان تايب. يبقى احنا هنبتدي ندرس البي ان جانكشن البسيطه جدا اللي هي مكونه من الطرفين سيليكون، هنا سيليكون وهنا سيليكون، هنا بي تايب هنا ان تايب. احنا بنشرحها وهي عامله كده عشان ايه؟ عشان اعرف اشوفها عدل يعني. يعني انا مجرد رسمها كده مش علشان هي كده، لا علشان اعرف ارسم عليها. لكن هي فعليا بتتصنع ازاي؟ بيبقى في حاجه اسمها السبستريت قلنا، وبيخلق جواه النوع الثاني، تمام، وبعدين بيحط بعد كده الاطراف بقى والميتاليزيشن وتفاصيل مش بتاعتنا في الكورس ده. انا كل اللي يهمني دلوقتي اني هحصل على ديفايس معين يعتبر البيزك بتاع الالكترونيك، يعني ابسط حاجه ممكن في الالكترونكس اعملها هي البي ان جانكشن، لانها عباره عن طبقتين اثنين بس. الترانزستور طبعا الناس اللي عارفه هو ثلاث طبقات، السايرستور هو عبارة عن أربع طبقات، والحاجات الأوبتكس ممكن تبقى خمسة وستة وعشرة وطبقات مختلفة، دي مش مشكلتنا تاني دلوقتي. تمام؟ يبقى نبتدي نتكلم على البي ان جانكشن اللي هي مش أكتر من حاجة بالمنظر ده. تمام؟ وأنتوا زي ما أنتوا قلتوا لي إن أنتوا في الميجر عرفتوا إن البي ان جانكشن هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن سويتش، بحيث إن أنا لو عندي بي ان جانكشن بالمنظر ده وحطيت عليها بطارية اللي هنسميها فورورد، يعني حطيت البوزيتيف ناحيه الناحيه البي والنيجاتيف ناحيه الان، دي بينتج عنها الكرنت بيمشي اون، اقول ان الدايود اون. بينما لو عملت العكس، يعني حطيت النيجاتيف هنا والبي هنا، حطيت النيجاتيف على البوزيتيف وحطيت البوزيتيف على النيجاتيف، هقولها انها ايه؟ ريفرس اوف، وهتبقى ايه؟ هقول عليها اوف. يعني هنا الكرنت بكام؟ الكرم بزيرو، بينما هنا الكرم بكام؟ بماكسيموم، مش كده؟ المفروض المعلومات دي انتوا عارفينها، وكمان عارفين ان الاي في كاركترستيك بتاعنا، يعني لما بترسم الاي مع الفي بتاعت الدايود بتلاقي انها عامله ازاي؟ بتلاقي ان الكرم بزيرو لغايه تقريبا 7 من 5 من 10، وبعدين تبتدي تزيد بسيط قوي لغايه 7 من 10، وعند 7 من 10 تقوم اون وطالعه بطريقه ايه؟ اكسبوننشال. تمام؟
يبقى بقول دلوقتي ان الدايود بقت ايه؟ بقت اون. بينما قبل كده بقول ان الدايود بقت ايه؟ بقت اوف. تمام؟ فاعتقد ان كلنا عارفين الكلمتين دول مش كده؟ عارف يعني ايه فورورد. طبعا احنا بنمسك كلمه بايس. بايس يعني ايه؟ يعني توصيل الكهرباء. يبقى يا اما فورورد بايس يعني حطت البوزيتيف على البوزيتيف والنيجاتيف على النيجاتيف. هقول على الدايت، هقول على الدايت فورورد بايس او اون. وفي الحاله دي هتمشي طيارة عالي. لو حطيت النيجاتيف على البوزيتيف والبوزيتيف على النيجاتيف هقول ان الدايت اوف، وهقول ان عليها ريفرس بايس. ريفرس يعني بالعكس، والكرنت بكام؟ بزيرو. التوتال اي في كاركترستيك ان التيار بيبقى بزيرو طول ما انا نيجاتيف، وبعدين قرب الخمسة من عشرة. بتكلم على السيليكون طبعا، ما تنسوش ان كل حاجة انا بقولها هي سيليكون. قرب الخمسة من عشرة يبتدي يطلع سنة صغيرة كده، عند السبعة من عشرة بيبقى اون تماما، فتح على الاخر ومشى الطيار. وبرضو لمعلوماتكو لما بحط نيجاتيف كتير قوي بيحصل حاجة هنا اسمها ايه؟ اسمها بريك داون. يعني انت ما ينفعش تحط نيجاتيف براحتك، لا، عند نيجاتيف معين الدايت بيحصلها بريك داون. بريك داون يعني ايه؟ يعني تتحرق، تشيط، يطلع دخان منها وتسيح. تمام يا جماعة؟ فبكرر تاني، المفروض انتوا عارفين الكلمتين دول من كورسات التانية او معلومات عامة ولا ثانوية عامة ولا اي حاجة معرفش يعني. تمام يا جماعة؟ طيب نبتدي ندرس دلوقتي الاوبريشن بتاعت البي ان جونكشن. هي الاوبريشن بتاعت البي ان جونكشن. هبتدي ارسم البي ان جونكشن بيفور الكونتاكت. يعني قبل ما اعمل كونتاكت انا عندي ايه؟ انا عندي البي تايب هنا. هنرسم البي تايب شمال ونرسم الان تايب يمين. البي تايب هي عباره عن ايه يا جماعه؟ هي عباره عن نيجاتيف ايون اللي هي الايه؟ الاكسبتور. صح؟ الاكسبتور نيجاتيف ما تنسوش. والنيجاتيف ايون دي مالها؟ متحوطه بايه؟ ببوزيتيف هول موجوده كده في كل حته، عشان هي ماجورتي وعندها ايه بالمره ماينوريتي قليله قوي، 2 الكترون كده ولا حاجه. طيب الان تايب بقى عامله ايه؟ الان تايب هي بالعكس عندها بوزيتيف مين؟ دونر. صح؟ والكترون كتيره موجوده وشويه هول مالهم ايه؟ قليلين قوي. صح؟ العدد هنا اسمه ايه؟ اسمه ان اكسبتور، والعدد هنا اسمه ايه؟ اسمه ان دونر. مش كده؟ دي عندها هول ماجورتي والكترون ماينورتي، دي عندها الكترون ماجورتي وهول ماينورتي. ده بيفور الكونتاكت. طيب هتيجي تعمل ايه بقى؟ افتر كونتاكت. يا ترى حد يقدر يتوقع معايا هيحصل ايه لما اعمل الكونتاكت ما بين الاثنين دول؟ يعني عايز ارسم اللي هيحصل بعد ما ايه؟ بعد ما اعمل الكونتاكت. حد يقدر يتخيل معايا ايه اللي هيحصل بعد ما اعمل الكونتاكت؟ من فضلكم اللي عايز يتكلم يتكلم. هيحصل ايه لما تعمل كونتاكت ما بين الاثنين دول؟ ها؟ يا جماعه ما حدش راضي يتكلم ليه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ يحصل بالانس. عبد الرحمن قول يا عبد الرحمن ايه اللي هيحصل؟ هنا في الكترون كتير
وهنا في الكترون قليلين صح؟ ايوه. الالكترون الكتير لما يلاقوا الكترون قليلين يعملوا ايه؟ اسمها ايه البروسيس اللي بيروح من الكتير للقليل؟ ديفيوجن. نعم هيحصل ديفيوجن هيحصل ديفيوجن بتاع ايه لايه؟ يعني الكاريرز مثلا هنا الهولز هيحصلها ديفيوجن وهنا من الالكترون. يعني الالكترون هتعدي من الان للبي والهول هتعدي من البي للان صح؟ تمام. فاللي هيحصل كالاتي، اللي هتبتدي الالكترون تعدي من هنا لهنا، فالالكترون لما هيعدي هيكشف ايه؟ هيكشف ايون. والهول لما هيعدي هو كمان هيكشف ايون من هنا. بالك هما لما بيعدوا بيتحدوا مع بعض، يعني لما الكترون بيروح الناحيه الثانيه بيتحد بالهول، والهول لما بيروح الثانيه بيتحد نروح الناحيه الثانيه بيتحد بالالكترون. فاللي هيحصل ان هيبان هنا بوزيتيف شارج وهيبان هنا نيجاتيف شارج. تمام. طيب هل تتوقع ان القصه دي هتاثر على اللي جوه ولا هتاثر بس حوالين الجنكشن؟ بمعنى هل اللي جوه ده هيفضل زي ما هو ولا القصه دي هتستمر؟ تعال نفكر. لما البوست بيبان هنا والالكترون والنيجاتيف يبان هنا هيعمل الكتريك فيلد في انهي اتجاه؟ الالكتريك فيلد بيكون ماشي من فين لفين يا جماعه؟ يا جماعه مش معقوله مش عارفين الالكتريك فيلد من البوست بالنيجاتيف ولا النيجاتيف بالبوست. البوست بالنيجاتيف هيبقى في الالكتريك فيلد كده صح؟ الالكتريك فيلد ده يخلي الالكترون تمشي معاه ويخلي ولا يوقف الالكترون؟ يعني اتجاه الالكتريك فيلد ده يخلي الكترون ثانيه تعدي ويخلي هول تعدي ولا بالعكس يعكسهم؟ يعكسهم. هيمنع الاثنين. الالكتريك فيلد ده هيمنع الاثنين صح؟ مين قال هيمنع الاثنين؟ انا عبد الرحمن. تمام. لان الالكتريك فيلد ده هيخلي الالكترون مش عارفه هتعدي من هنا لهنا ويخلي الهول مش عارفه تعدي من هنا لهنا. يبقى بعد ما الالكتريك فيلد يتكون الالكترون فعليا هتبطل تعدي، بمعنى ان الجزء اللي جوه دون ماله هيفضل زي ما هو مع مين؟ مع الالكترونات بتاعه. نفس الكلام فين؟ الناحيه الثانيه هيفضل النيجاتيف ايون مالها معاها الهول بتاعها. لكن الالكتريك فيلد ده هل هيساعد الماينورتي ولا مش هيساعد الماينورتي؟ الالكتريك فيلد ده يا جماعه يخلي الماينورتي تعدي ولا لا؟ هو هنا مش كان في شويه هول قليلين؟ يا جماعه اللي فاتح الصوت جنبه يقفله من فضلكم. الالكتريك فيلد ده يا جماعه يخلي الماينورتي تعدي ولا ما تعديش؟ لا ما تعديش. ان الماينورتي الهول هنا هو مش كده؟ لا سوري، ده بالعكس، ده بيخلي الماينورتي تعدي، هو بيخلي الماجوريتي ما تعديش. الالكتريك فيلد ده ما يخليش الالكترون تمشي من هنا لهنا، لكن يخلي الهول تمشي من هنا لهنا. بس الهول هنا ماجوريتي ولا ماينورتي؟ ماينورتي مش كده؟ ماينورتي. يبقى ده معناه ان هيبقى عندي ايه دلوقتي؟ كام مركبة للتيار؟ تعالوا نحسبها مع بعض. أول حاجة هيبقى عندي إيه؟ عندي هول مشيت من هنا لهنا، هي مشيت بأنهي بروسيس يا جماعة؟ الهول عدت إزاي؟ بالدريفت ولا بالديفيوجن؟ ديفيوجن. الهول عدت بالديفيوجن طبعًا، لأن الهول هنا كتير والهول هنا قليلة. طيب الالكترون عدت ازاي من هنا لهنا؟ ديفيوجن ولا دريفت؟ ديفيوجن برضه. ديفيوجن برضه صح. طيب الالكتريك فيلد ده عمل ايه؟ عمل هول
في الاتجاه ده دريفت ولا ديفيوجن؟ دريفت. دريفت، برافو. لان الالكتريك فيلد ده بيمشي الموجب معاه، فعمل هولد دريفت كده، والالكتريك فيلد ده هيعمل الكترون ايه الاتجاه ده؟ دريفت. صح. يبقى تاني الحته دي مهمه جدا تفهموها. انت دلوقتي كان عندك بيفور كونتاكت، عندك هنا ان اكسبتور والبوزيتيف هول وشويه الكترون قليلين، هنا كان عندك ان دونر والكترون كتير وشويه هول قليلين، عملت لهم كونتاكت. الكونتاكت خلى الالكترون اللي هنا لهنا تعدي بالديفيوجن، وخلى الهول اللي هنا وخلى الهول اللي هنا لهنا تعدي بالديفيوجن، فده خلق الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ده لما اتخلق قام عامل ايه؟ قام معدي شويه هول من هنا لهنا بالدريفت، وشويه الكترون من هنا لهنا بالدريفت. تمام. طيب الالكتريك فيلد ده داخلي ولا خارجي؟ يعني انا جايبه من بره ولا جايبه من جوه؟ داخلي. الالكتريك فيلد بتاع بطاريه ولا داخلي يا جماعه؟ داخلي. داخلي، فهنسميه اي نوت بيلت ان فيلد. هنسميه ايه يا جماعه؟ بيلت. هنسميه اي نوت عشان نميزه عن بتاع البطاريه، وهنسميه بيلت ان. يعني ايه كلمه بيلت ان؟ يعني جاي من الجنكشن، جاي من جوه. صح. طيب الحته دي هل فيها كارير ولا فضيت من الكارير؟ يعني الكارير موجودين بره ولا موجودين حوالين الجنكشن؟ لا، هتفضل يكون موجودين بره بس. بالظبط. يعني الحته دي فضيت. فضيت دي هنسميها ايه؟ هنسميها depletion region. كلمه depletion يعني ايه؟ يعني متفضيه. depletion region ساعات بنسميها depletion layer، والاسم الثاني اللي بنسميه برضو space charge region. كل دي مسميات لنفس المنطقه، سميها depletion region، depletion layer او space charge region، وهنديها الرمز W. يعني العرض بتاعها هنسميه في كل الشغل بتاعنا ايه؟ W. يبقى تاني، انت لما عملت الكونتاكت خليت الالكترون الماجوريتي تعدي بالديفيوجن، وخليت الهول الماجوريتي تعدي بالديفيوجن، فقمت خالق بيلت ان بوتنشال او بيلت ان سوري بيلت ان الكتريك فيلد. البيلت ان فيلد هيقوم عامل ايه؟ هيقوم معدي الهول من هنا بالدريفت، ويقوم معدي الالكترون من هنا لهنا مين؟ بالدريفت. يبقى طبعا واضح جدا ان بما ان هنا دي مفيش كارنت، يعني انا مفيش نت كارنت، انا مش حاطط بطاريه، يبقى ده لازم ايه يا جماعه؟ لازم ان جي ان، لازم ان جي ان لوحدها يساوي زيرو، ولازم الجي بي لوحدها يساوي زيرو ولا لا؟ بمعنى اخر ان لازم الهول ديفيوجن دون تتكنسل بمين؟ بالهول دريفت. ولازم الالكترون ديفيوجن يتكنسل بمين؟ بالالكترون دريفت. صح. تاني، انا في الاخر انا مفيش عندي تيار، مفيش عندي تيار لان مفيش بطاريه، يبقى مؤكد ان النت كارنت بزيرو. طب انا عندي اربع مركبات للكارنت، يبقى لازم الحاجات اللي زي بعض هتلغي بعض، لازم الهول ديفيوجن يلغي الهول دريفت، والالكترون ديفيوجن يلغي الالكترون دريفت. يبقى ده معناه ان لازم جي ان لوحدها تساوي زيرو، ولازم جي بي لوحدها يساوي زيرو. تمام. طب نشتغل على المعادلتين دول او على احدهما، مش لازم نشتغل على الاثنين مع بعض. خلينا مثلا نشتغل على المعادله بتاعه البي مثلا، يبقى ده معناه ان لازم الجي بي يساوي زيرو. الجي بي هي عباره عن مين؟ عباره عن اي في البي في الميو بي في الاي ناقص اي في الدي بي في الدي بي باي دي اكس ات ايكوليبريم. ات ايكوليبريم يعني ايه؟ ايكوليبريم يعني نو بايس، يعني مفيش بطارية محطوطة من بره، يبقى الفي باتري بيساوي كام؟ زيرو.
يعني انا مش مركب بطاريه على جانكشن يبقى انا عندي ايكوليبريم، يبقى ده معناه ان لازم الجي بي يساوي زيرو. يبقى ده معناه ان اي في البي في الميو بي في الاي لازم يساوي الاي في الدي بي في الدي بي باي اي باي دي اكس. تمام، هشيل الاي مع الاي وهفتكر ان الالكتريك فيلد بيساوي ناقص الدي في باي دي اكس. طبعا كلنا عارفين اي بيساوي ناقص دي في باي دي اكس، وهفتكر ان دي بي على ميو بي هتساوي كي تي على كيو اللي هي الاينشتاين ريليشن. تمام، هعوض عن الاي بناقص دي في باي دي اكس، وهقول ان دي بي على ميو بي يساوي كي تي على اي اللي هي الاينشتاين ريليشن. هاخد الاثنين دول وعوض بيهم هنا، هتبقى ناقص كيو على كي تي في الدي في بتساوي الدي بي على البي. انا اختصرت عملت شلت دي بي وحطيت ميو بي في كي تي على كيو، شلت ميو بي من الناحيه دي مع ميو بي من الناحيه دي، وبعدين شلت الاي وحطيت دي في باي دي اكس، وشلت دي اكس من الناحيه دي ودي اكس من الناحيه دي، هيفضل لي المعادله دي. هيفضل ناقص كيو على كي تي في الدي في يساوي دي بي على بي. اعمل ايه؟ طبعا اكمل الطرفين، يبقى ناقص كي على كيو تي في التكامل بتاع الدي في يساوي التكامل بتاع الدي بي على البي. صح يا جماعه؟ طب مين لغايه دلوقتي عنده مشكله او شايف ان في حاجه ملخبطه شويه؟ هل لغايه دلوقتي في مشكله ولا نكمل يا جماعه؟ حد عنده اسئله؟ مشكلتي كانت قبل كده بس. نعم، لا قول مفيش مشكله، انا لسه هكمل، فلو حاجه مش مفهومه هتعمل لك مشكله. ايه اللي كان مش واضح؟ انا مش فاهم من ناحيه اليمين والناحيه الشمال اللي هو ليه في النص الكون بوزيتيف ونيجاتيف ولا في اليمين والناحيه الشمال ما كونش فيهم بوزيتيف. بتتكلم على الرسمه دي؟ ايه اللي كان مزعلك؟ بعد كده نعم تقول ايه يا باشمهندس؟ قلت هفهمها بعد كده بس ما لقيتش حضرتك شرحتها تاني. يعني خلاص مفيش مشكله دلوقتي؟ طب نكمل. خلاص المشكله عندي في ناحيه اللي حضرتك. ايه المشكله فين؟ اللي هو في الدريفت، اللي هم الهول دريفت والالكترون دريفت دول. لما تكونوا من ناحيه اليمين خالص والشمال خالص. لا ده بالعكس، ده اليمين خالص والشمال خالص ما حصلش فيهم حاجه. ده الماده ما اتغيرتش الا حوالين الجانكشن. نعم؟ تمام ماشي. بس حضرتك قلت ان يعني في دريفت راح من اليمين راح للشمال. لا ما كل ده بيخلص في الحته اللي في النص. مش كده؟ معايا يا باشمهندس؟ كل ده بيخلص فين يا جماعه؟ بيخلص في الحته اللي في النص، ان هو بيكنسلوا بعض هنا، والبعيد بيفضل زي ما هو. عشان كده بنسميها جانكشن. جانكشن ليه؟ لان الشغل كله هيحصل في الماده ولا بيحصل حوالين الجانكشن؟ يا باشمهندس حوالين الجانكشن. على فكره اللي بره ده بيسموه البلك بتاع الماتيريال، كلمه بلك، واللي ده بيسموها الجانكشن. البلك هو الايه البعيد اللي هو ما بيحصلش فيه حاجه، وحوالين الجانكشن هو يعني الايفكت بيحصل في الجانكشن ولا في البلك؟ الاثر بتاع الدايود بتشتغل نتيجه حاجه بتحصل في الجانكشن ولا نتيجه حاجه بتحصل في البلك؟ حاجه بتحصل في الجانكشن بالظبط، عشان كده اسمها بي ان جانكشن. مش كده؟ تمام. واللي بيتلاشوا بعض في النص دول بيكونوا اتوم يعني ولا بيكونوا؟ لا 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 لا، ايه الكلمه الوحشه دي؟ بيكونوا اتوم؟ في حاجه في الدنيا بتكون اتوم يا ابني؟ ولا بيكشفوا؟ بوست مع نيجاتيف يعني نيوترال يعني. ايه قصدي بوست مع نيجاتيف هيعملوا نيوترال يعني؟ هما هو مش كان كل دونر معاه هول، او كل اكسبت معاه هول، وكل دونر معاه الكترون؟ لما الالكترون والهول اتحدوا الاكسبتور بان والدونر بان ولا لا؟ صح صح، هو مش خلق يعني. صح. هو كان هنا كان كل اكسبتور معاها هول وكل دونر معاه الكترون،
لما الالكترون والهول دول اتحدوا الدونر بان والاكسبتور بان الايون بانت عشان كده عملت فيلد. هو الفيلد بيكون من شارج ولا من كارير ولا من ايون عشان يبقى عندك فيلد. الفيلد جاي من الايون عشان الايون دي كشفت. قبل كده كان كل موجب معاه سالب وكل سالب معاه موجب فكانوا مغطيين على بعض. لما الموجب والسالب موتوا بعض السالب هنا بان والموجب هنا بان فعملت الجانكشن مش كده؟ خلاص تمام تمام تمام. طيب بقى عندي دلوقتي التكامل بيقول ناقص كيو على كي تي التكامل دي في يساوي التكامل دي بي على بي. هنا هتقابلني مشكله اجيب الليمت بتاعت الانتجرال منين. هي عشان اجيب الليمت بتاعت الانتجرال لازم ارجع خطوه لورا. ده الموقف اللي عندي ولا لا؟ ده هنا البي تايب الناحيه دي وده الان تايب الناحيه دي ودي الديبليشن الناحيه دي صح يا جماعه ولا لا؟ تمام. عندي بي الناحيه دي عندي ديبليشن في النص عندي ان والعرض ده اسمه ايه؟ اسمه دبليو زي ما اتفقنا اللي هو الويدث بتاع الحته اللي في النص اسمها ايه؟ اسمها الديبليشن لاير. طيب حد يساعدني هنا ولا اقول انا على طول؟ في البي تايب عدد الهول هو مين؟ نعم عدد الهول هو الان اكسبتور صح؟ الان اكسبتور هسميه ايه؟ هسميه بي في البي تايب at equilibrium. P في ال P at equilibrium. طيب في ال N عدد الإلكترون هو مين؟ هو الدونر صح؟ دايما الدونر بيبقى أعلى من الأكسبتور عشان كده هتلاقيني رسم الدونر أعلى من الأكسبتور. ده هنسميه إيه بقى؟ ده N في ال N type at equilibrium. N N نوت هنا اسمه ايه يا جماعه؟ بي بي نوت. يبقى اقدر اقول ايه؟ اقول ان N دونر هي عباره عن N في ال N نوت. N اكسبتور هي عباره عن P في ال P نوت. طيب عدد الالكترون هنا هي عباره عن كام؟ هي N في ال P نوت. عدد الهول هنا هي مين؟ هي بي في الان نوت. طب حد يقول لي برضو انا ليه لما رسمت ان نوت اعلى من بي بي نوت رسمت بي ان نوت اقل من ان بي نوت؟ يعني ليه الرسمه دي مرسومه صح مش عشوائيه؟ ليه لما زي ما بقول دايما ان دونر بتبقى ان اكبر من ان اكسبتور دي حاجه في الصناعه. فلما ترسم ان نوت اعلى من بي بي نوت لازم تعمل ايه؟ لازم ترسم بي ان نوت اقل من ان بي نوت. ليه يا جماعه؟ عشان الموبيليتي اللي حصل ضربهم يساوي الان اي سكوير. برافو. مين قال ضربهم يساوي الان اي سكوير؟ انا عمر. عمر انا مش شايف اسمك يا عمر قدامي. زي المره اللي فاتت برضه. ايه؟ زي المره اللي فاتت برضه. انت اتكلمت قبل كده عمر بس قولي قولي تاني عمر ايه؟ عمر كام كودك يا عمر؟ 190 10 97. 190 10 كام؟ 97. هو احمد رضا انت ازاي كودك 2000 وبتاخد الماده دي؟ كنت محول من كليه لعين شمس يعني ف قلت ما اخدش فين. خدتش بالي الا دلوقتي اللي باينه ازاي 2000 وتبقى تاخد الماده دي. طيب يبقى زي ما عمر قال لنا ان لازم المعادله الصح بقى بتقول ايه؟ نكتبها في ورقه ثانيه. لان لازم ايه؟ لازم بي في البي نوت مضروبه في الان في البي نوت يساوي ان سكوير اي اللي هي برضو لازم تساوي ايه؟ لازم تساوي ان
في الN نوت مضروبة في البي في الN نوت، صح؟ طيب احنا كل ده بنعمله عشان نعرف حدود التكامل. دلوقتي الشحنة الموجبة موجودة يمين ولا شمال؟ يا جماعة الشحنة الموجبة موجودة هنا والشحنة السالبة هنا، يبقى اتجاه البوتنشل كده لكن اتجاه الالكتريك فيلد كده، صح ولا غلط؟ يا جماعة أنا حاسس الناس اللي قاعدة معايا أول يعني نايمة قوي. دلوقتي الموجب موجود في الان البوزيتيف ايون هنا والنيجاتيف ايون هنا، فعشان كده الالكتريك فيلد طالع من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى البوتنشال دايما راسه عند الاعلى، يبقى البوتنشال عامل كده. يبقى لما وهعتبر ان هنا هو الزيرو، يبقى لما البوتنشال بزيرو البي بكام؟ لما البوتنشال بزيرو البي بكام؟ البي بي نوت. لما البوتنشال يوصل لفي البي بكام؟ ببي ان نوت، صح؟ تاني انا عايز اجيب البوتنشال، عايز اجيب البوتنشال، فوصلت للتكامل دوت. اختيار الليمت مش ستريت فورورد قوي. ليه؟ لان الاول برسم الكارير ديستريبيوشن وبعدين بقول ان البوتنشال طالع من النيجاتيف ايون او سوري البوتنشال هنا نيجاتيف ايون هنا بوزيتيف ايون، يبقى ده اتجاه البوتنشال وده اتجاه الالكتريك فيلد، مش كده؟ يبقى بمنتهى البساطه لما كان البوتنشال بزيرو في الاول يبقى انا كنت جوه البي تايب، يبقى البي بي 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 نوت. لما البوتنشال وصل للفاليو في يبقى انا وصلت للان تايب، يبقى البي بيساوي كام؟ بي ان نوت. يبقى بقى عندي هذا التكامل وعندي الليمت بتاعته. لما اعمل التكامل دون هيطلع في الاخر الريليشن دي، هيطلع لما اعمل التكامل طبعا هيبقى ناقص كيو على كي تي في في ناقص زيرو يساوي اللين بي في الان نوت على بي في البي نوت، مش كده؟ هاخد اي اس الطرفين واظبط المعادله، ده هسميه بيلت ان بوتنشال في نوت. يبقى الفي نوت هتساوي كام لو ظبطت المعادله؟ طبعا ناقص هتقلب اللين، يبقى في نوت هتساوي كام؟ هتساوي كي تي على كيو في لين بي في البي نوت على بي في الان نوت. وده يبقى اكسبريشن مهم جدا، ده هنسميه ايه يا جماعه؟ هنسميه البيلت ان بوتنشال، هنسميه ايه؟ البيلت ان بوتنشال، لان ده بوتنشال جاي من جوه الماده مرتبط بالالكتريك فيلد، البيلت ان الكتريك فيلد اللي هو ملوش علاقه بمين؟ ملوش علاقه بالبطاريه اللي هرجع احطها من جوه، ودي هتبقى شغلانه ثانيه مش هنتكلم عليها دلوقتي. اوكي؟ يبقى البيلت ان بوتنشال هو عباره عن كي تي على كيو لين بي في البي نوت على بي في الان نوت. اقدر اكتب المعادله دي بصوره مفيده اكتر في المسائل، يبقى في نوت هتساوي كي تي على كيو لين بي في البي نوت. هي مين يا جماعه؟ مين هي بي في البي نوت؟ ان اكسبتور. طبعا ان اكسبتور على بي في الان نوت. بي في الان نوت هي عباره عن مين؟ هي عباره عن ان سكوير اي على ان دونر، صح؟ بي في الان نوت هي عباره عن ان سكوير اي على ان دونر، بيطلع هنا علاقه بتقول ان في نوت بتساوي كي تي على كيو لن ان اكسبتور في ان دونر على ان سكوير اي. يبقى بقى عندي علاقه جديده او علاقتين دلوقتي اقدر من خلالهم احسب البيلت ان بوتنشال. الاولاني بتقول لي في نوت تساوي كي تي على كيو لن بي بي نوت على بي ان نوت، اللي ببساطه اقدر احولها الى كي تي على كيو لن ان اكسبتور في ان دونر على ان سكوير اي. تمام يا جماعه؟ يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت علاقات بتكلم، قدرت احسب البيلت ان بوتنشال. وطبعا البيلت ان بوتنشال هيبقى ليه اهميه كبيره جدا فين؟ وانا بشتغل بعد كده. طيب نحاول بقى نحول الكلام ده الى شويه رسومات، كفايه رياضه كده في اللحظه دي، ونبتدي نتكلم على رسم بقى شويه. طيب الان ال بي تايب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن كده، عباره عن اي كوندكشن هنا
وإي فالنس هنا دي بي تايب يبقى فيرمي تحت مش كده؟ الان تايب اللي برسمها دايما على اليمين هتبقى إي كوندكشن هنا وإي فالنس هنا وإي فيرمي فوق ده نسميه إي فيرمي ان عشان ما نتلخبطش ده نسميه إي فيرمي بي حلو؟ طيب ده بيفور كونتاكت لما تعمل كونتاكت ايه اللي هيحصل؟ لان طيب هتنزل فيرمي يبقى ثابت مين اللي بيتكلم؟ نورا نورا طيب طبعا صح لما بعمل كونتاكت احنا اتفقنا ان بدام كونتاكت ات ايكوليبريم يبقى اقدر اقول ان ات ايكوليبريم لان انا لسه ما فيش بطاريه من بره ما تنسوش انا كل ده بعمله من غير بطاريه ات ايكوليبريم لازم فيرمي يبقى عدل لازم اي اف ان هنا تبقى اي اف بي هنا طب اي اف بي هنا اي اف بي قريب من الفالنس ولا قريب من الكوندكشن قريب من الفالنس يبقى الفالنس هنا والكوندكشن هنا لكن اي فيرمي قريب من الكوندكشن وبعيد عن الفالنس يبقى هيطلع الانرجي باند دياجرام عامله ازاي عامله كده صح يا جماعه تاني انا عايز ارسم الانرجي باند دياجرام بتاع الجانكشن ده عباره عن ايه ده عباره عن الانرجي باند دياجرام اوف البي ان جانكشن صح طيب في البي تايب فيرمي قريب من الفالنس وبعيد عن الكوندكشن في الان تايب فيرمي قريب من الكوندكشن وبعيد عن الفالنس تمام طيب هعمل لهم كونتاكت ات ايكوليبريم يعني مفيش بطاريات ما دام ات ايكوليبريم يبقى ايه اللي هيحصل هيقوم فيرمي الايند اتفقنا فيرمي هو مقياس الاتزان ما دام الماده متزنه يبقى لازم يبقى فيرمي عدل ولو تفتكروا فيرمي عدل يبقى دي اي فيرمي باي دي اكس يساوي 0 يبقى الكرنت يساوي كام 0 مش ده اللي احنا اخذناه قلنا ان لو اخذت التفاضل بتاع فيرمي بالنسبه للمسافه جبت التيار التيار هو التفاضل او يعني مرتبط بالتفاضل بتاع فيرمي بالنسبه للمسافه مش كده يا جماعه طيب يبقى الانرجي باند دياجرام عامل كده اهو فيرمي عدل يبقى فيرمي قريب من الكونتاكت من الفالنس الناحيه دي وقريب وبعيد عن الكوندكشن الناحيه دي فيرمي قريب من الكوندكشن وبعيد عن الفالنس فالباند بتعمل ايه؟ الباند بتتلوي كده علشان تلحم الاثنين مع بعض، الحركه دي مش عارف قلناها قبل كده لا اسمها باندنج. اسمها ايه يا جماعه؟ باندنج، يعني ايه باندنج؟ باندنج يعني ايه؟ بتتني مش كده؟ في الباند بتتني علشان ايه؟ يا جماعه عشان يبقى إيه فيرمي ثابت برافو عليك البند بتتعوج عشان إيه فيرمي يبقى عدل عشان أضمن إيه فيرمي عدل لازم البند تتلوي تتلوي دي هنسميه إيه بند بندنج طب تعالوا نتكلم على الحتة بتاعت الإلكترون بيتزحلق والهول بيتشعبط فين الإلكترون الكتير يا جماعة يمين ولا شمال يمين الإلكترون كتير هنا ولا هنا في الان تايب هنا في الكترون كتير صح بالظبط وهنا في ايه هول كتير صح هيا يا جماعه الموقف ده يخلي التيار يمشي ولا مش مبسوط لا مش هيمشي الالكترون عشان تمشي بتتزحلق ولا عايزه تشعب عايزه تطلع لفوق هي المفروض عايزه تطلع لفوق عايزه انرجي يبقى كده مش هتعرف تمشي لان الالكترون عايزه تنزل من فوق لتحت صح الرسمه دي عشان يمشي التيار لازم الالكترون تعرف ايه تنط ولا لا ثانيه يا جماعه الموقف ده يشجع التيار ولا يمنع التيار يمنع يمنع يمنعه ليه
عشان كده الالكترون ما عندوش لان الالكترون ما بتعرفش تطلع لفوق صح. والهول ايه؟ الهول ما بتعرفش تنزل لتحت. ما بتعرفش تنزل لتحت. يبقى الموقف ده وينتج عنه ان الكارنت بزيرو ولا لا صح؟ تمام. طيب حلو قوي. تعمل ايه عشان تخلي الكارنت يمشي؟ هي ايه اللي مزعل الالكترون؟ ان قدامها بارير ولا لا؟ مش دي بالظبط زي البوتنشال بارير بتاع كوانتم؟ مش دي الكترون عايزه تنط لفوق بس مش عارفه؟ مش عارفه ليه؟ عشان قدامها بارير صح؟ معايا يا جماعه؟ طيب تعمل ايه عشان الالكترون يعرف يمشي؟ اديها انرجي. اديها انرجي ازاي؟ تديها بطاريه صح؟ صح. البطاريه هتعمل ايه تتوقع؟ هتخلي ده يطلع لفوق ولا تخليه ينزل لتحت زياده؟ يعني لو عرفت تزق الناحيه دي لفوق عملت ايه؟ اخلي التيار يمشي، يقدر يمشي عادي. اهو ده بالظبط اللي انت بتعمله بالبطاريه الفورورد. انت لما بتحط بطاريه انت عندك دلوقتي بارير اسمها في نوت مش كده؟ انت عندك بارير اسمها ايه؟ في نوت اهي. او صح البارير ما تبقاش في نوت، اسمها كيو في نوت، لان البارير دي انرجي والفي نوت ده بوتنشال. يا جماعه انا عايزكم تفهموا الاوبريشن قبل ما ادخل في الرياضه، الرياضه ده ما تقيل قوي. فنفهم الفيزيكس عشان نقدر نتقبل الموقف ده. ايه اللي مانع فيه مرور التيار؟ البوتنشال. البوتنشال بارير صح؟ البوتنشال بارير تمام. طيب تعمل ايه في الموقف ده عشان تخليه يمشي تيار؟ اعمل ايه الناحيه اليمين؟ اخد الناحيه اليمين ازقها لفوق ولا ازقها لتحت؟ لفوق. بالظبط. انا لو خليت الدنيا بقت عامله كده وعملت فرق ما بين الاثنين فيرمي عن طريق ان انا حطيت البطاريه عامله كده، ايه رايكم؟ البطاريه اللي انا حطيتها النيجاتيف عمل ايه في الالكترون؟ بيطلعوا لفوق صح؟ البارير دي بقت صغيره قوي، الالكترون تعرف تمشي ولا لا؟ والهول تعرف تمشي صح؟ فيرمي بقى عدل ولا معوج؟ هيكون معوج. هنا معوج اهو، مش هنا غير هنا، مش فيرمي هنا وبعدين طلع كده. فيرمي معوج، يبقى في تيار ولا مفيش تيار؟ في تيار. في تيار. يبقى هنا لا تساوي زيرو صح؟ طيب لو انا بقى عملتها بالعكس، عملتها كده بقى، نزلت فيرمي لتحت، يبقى عملت ايه؟ مش عملت كده؟ لو حطيت بوزيتيف على الناحيه اليمين عملت ايه فيرمي؟ طلعته ولا نزلته؟ نزلت. نزلته. يبقى البارير كبرت جدا ولا لا؟ صح؟ ايوه كبرت. يبقى كده الكارنت بقى بكام؟ بقى تقريبا بزيرو ولا لا؟ صح؟ صح. يبقى الدايود عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن بوتنشال بارير. الدايود عباره عن بوتنشال بارير. وبالفولت بعمل ايه؟ يا اما بصغر البارير فالكرنت يمشي، يا اما بكبر البارير فالكرنت بيتوقف. علشان كده الدايود ما بتشتغلش الا لما يبقى الفولت بوزيتيف وفوق قيمه معينه ولا لا. ليه فوق قيمه معينه؟ هي القيمه خد بالك دلوقتي، انا خد بص الثلاث رسومات تحت بعض. هنا في بارير
بيلت ان بفي نوت صح. هنا طلعت فيرمي لفوق لاني حطيت نيجاتيف هنا فالبارير صغرت قوي. هنا نزلت فيرمي لتحت عن طريق ان انا حطيت بوس فاخدت كل القصه لتحت مش كده. طب ده يشرح لي على طول الاي في كاركترستيك بالشفوي قبل ما نعملها بالرياضه. انا عملت ايه بالظبط بقى في الحته لما كانت الفي نيجاتيف او قيمتها صغيره؟ انا موجود في هنا فين لما في نيجاتيف؟ يبقى انا هنا مش كده صح يا جماعه؟ تمام. طيب لما في بزيرو انا فين؟ انا هنا. هنا في بزيرو في تيار ولا الالكترونات محبوسه جوه البارير؟ الالكترونات محبوسه جوه البارير. طيب ليه يا ترى انا محتاج قيمه معينه اللي هي 0.7 او 0.5 في السيليكون عشان التيار يمشي؟ عشان يبقى الجزء دوت الفرق اللي الالكترون هيطلع بيه لفوق. برافو عليك صح، لان البارير كبيره فانا لازم يعني اصغرها بقدر الامكان بحيث الالكترون تعرف تمشي ولا لا. وفي السيليكون القيمه دي على الاقل لازم تبقى 5 من 10. يعني لو حطيت 5 من 10 من بره انا قدرت اطلع الناحيه بتاعه الالكترون بالقدر الكافي اللي يمشي تيار. وطبعا كل ما زق دي لفوق كل ما بعمل ايه؟ كل ما بعمل ايه في البارير؟ بقلله. وكل ما البارير تقل الكرم بيزيد اكسبوننشال ولا لا؟ تمام. ليه؟ لان الناحيه دي مليانه الكترون ولا مش مليانه؟ مليانه. ده ماجورتي، عندك الكترون بالهبل هنا وعندك هول بالهبل هنا، هما كل اللي مزعلهم البارير. فانت كل ما بتطلع فيرمي لفوق انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في البارير؟ بقلل البارير يعني بعلي الكرم اللي هو بمشي على الاكسبوننشال بارت بتاع الايه؟ بتاع الجنكشن. صح يا جماعه؟ تمام. اللي انا قلته دلوقتي ده هو الوصف الايه؟ الكلامي بتاع الجنكشن. صح؟ يبقى احنا دلوقتي فاهمين ان الجنكشن ما هي الا ايه يا جماعه؟ ها؟ بوتنشال بارير فور ذا الكترون. لو البوتنشال بارير انا سايبها التيار بزيرو، لو حاطط عليه نيجاتيف بايس ده انا بزود البارير فبخلي الدنيا ايه مقفوله تماما. لما احط عليها بوزيتيف بايس انا بعمل ايه في البارير؟ ها قاعد اعمل ايه؟ قاعد ازق لفوق، وكل ما ازق لفوق البارير يحصل لها ايه؟ تقل. فيقوم الكارنت يعمل ايه؟ يزيد قوي. اتفهمت الاوبريشن يا جماعه ولا لا؟ طب يا دكتور هو احنا ليه في الريفرس بايس قلنا ان هي هتكون تقريبا بزيرو مش بزيرو؟ ايه اللي هيكون هنا هيدي كارنت؟ اللي هيدي كارنت شويه الماينورتي اللي هنا اللي ماشيين، ما تنساش ان فوق في ماينورتي الكترون. صح؟ ايوه. وهنا في شويه هول صغيرين قوي هيعرفوا يتشعبطوا ولا لا؟ ايوه صح. بس دول ما بجيبش سيرتهم هنا ليه؟ لان هم صغيرين قوي كومباربل جدا جدا وذ ريسبكت تو الماجورتي. يعني الكرنت هنا مش بزيرو ليه؟ لان في شويه الكترونات ماينورتي هنا يعرفوا يتزحلقوا، وفي شويه هول هنا ما يعرفوا يتشعبطوا. الكرنت في الحاله دي بيبقى في حدود 10 اس ناقص 6 ل 10 اس ناقص 9 امبير. الكرنت هنا بيكون 10 اس ناقص 3 الى مثلا ممكن لغايه 1 امبير. اوكي معايا؟ تمام. فطبعا 10 اس ناقص 6 امبير 10 اس ناقص 9 امبير تعتبر زيرو وانا شغال مش كده؟ يعني المؤكد مش عارف اشوف 10 اس ناقص 6 جنب هنا الايه نص امبير مثلا. صح؟ صح. تمام؟ تمام. طيب اخر حته هنتكلم عليها النهارده هي حاجه بسيطه قوي مش هتاخد 10 دقائق. عايز احسب كمان حاجه جوه الدايود،
عايز اعمل ايه؟ هي نفس المعادله بتاعتنا بتاعت المره اللي احنا لسه اخر واحده جبناها دي، هشتغل عليها يعني تقريبا قربت اخلص، بس عايز اعمل اضافه صغيره قوي على المعادله دي. اخر معادله كنت وصلت لها هي كانت ايه؟ المعادله دي زي ما قلنا المعادله دي مهمه جدا هشتغل عليها كتير. يبقى في نوت هتساوي كي تي على كيو في لن بي في البي نوت على بي في الان نوت، مش كده؟ مجرد عايز اجيب لها صوره اخرى او اطلع منها استفاده ما، مش حاجه فظيعه يعني، مش هتاخد وقت يعني. فالبي في البي نوت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن المعادله الشهيره بتاعتنا اللي هي ان في الفالنس اي اس اي في ايه؟ فالنس في البي ناقص اي فيرمي في البي على كي تي، معادله بتاعه الدنسيتي اوف سيت اللي احنا واخدناها في الشابتر اللي فات. تمام؟ بي في الان نود بقى هي عباره عن ايه؟ هي برضو بي يبقى ان في، بس دي بقى في الان في الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ اي اس اي في في الان ناقص اي فيرمي في الان على كي تي، يعني نفس المعادله هي هي بس اللي فوق في البي تايب في البي سايد واللي تحت فين؟ في الان سايد. انا عايز احسب بي في البي، نجيب ورقه ثانيه احسن. انا عايز احسب الاثنين على بعض، يبقى في بي في البي نوت على بي في الان نوت اخد الاثنين دول مع بعض يبقى هتساوي كام؟ في ترمين هيروحوا مع بعض طبعا لما او يعني هيظبطوا، هتبقى كام؟ اي اس اي في في البي ناقص اي في او اي فيرمي سوري اي اف في البي، طبعا ده هيطلع فوق بالناقص في اي اس، كل ده على كي تي مش مشكلتنا دلوقتي. اي اس ايه بقى؟ اي اس طبعا لما تطلع بالناقص يبقى هتقلب اي اس اف ان ناقص اي اس ايه في ان، كل ده على كي تي وكل ده على كي تي مش مشكله. طبعا هنظبط المعادلتين، يبقى في في البي نوت على بي في الان نوت هيساوي، هاخد الحاجات اللي في جنب بعضها يبقى اي اس كام؟ هتبقى اي اس اف ان اي اس اي اف ان دي بالموجب واف بي بالسالب ناقص اي اس اف بي على كي تي في اي اس كام؟ هاخد الاثنين التانيين، الاثنين التانيين اللي هم اي اس في في البي ناقص اي اس ايه؟ في في الان على كي تي. صح؟ طيب ات ايكوليبريم بقى اي اف ان واي اف بي يساووا بعض ولا ما يساووش بعض؟ بيساووا بعض. اف ان واف بي يساووا بعض، مش قلنا ده معناه ان في مش ايكوليبريم كواسي فيرمي ليفل قد بعض؟ يبقى ده معناه ان اي اف ان بيساوي اي اف ايه؟ بي. اي اس 0 ب 1، يبقى ده معناه ان بي في البي نوت على بي في الان نوت هتساوي اي اس اي في بي ناقص اي في ان على كي تي. تمام يا جماعه؟ طيب البي في البي نوت من المعادله دي هي عباره عن ايه؟ المعادله دي طبعا ممكن اظبطها، هي نفسها اي اس كيو في نوت على كي تي. صح؟ المعادلة دي لو أخدت إي أس الطرفين هيطلع لك إي أس كيو كي تي، إي أس الطرفين بقت المعادلة عاملة كده. يبقى إحنا كده عرفنا علاقة بتقول إن في نوت بيساوي إي في بي ناقص إي في إن. إيه المعنى بتاع العلاقة دي يا جماعة؟ إيه معنى إن في نوت هي إي في بي ناقص إي في إن؟ هو ده نفس اللي أنا رسمته. معايا يا جماعه؟ مش انا لما جيت ارسم رسمت دي في نوت اللي هو الفرق ما بين الاثنين ايدج دول ولا لا؟ تمام يا جماعه انتوا مش معايا خالص. المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول ان البيلت ان بوتنشال اللي هو في نوت هو الفرق ما بين الفالنس ايدج في البي والان، وده اللي انا عملته. مش الفرق ما بين الاثنين فالنس داون هو نفسه الفرق ما بين الاثنين اي سي؟ يبقى الفرق ده هرسمها لكم تاني لو دي ملخبطات. انا كنت بعمل كده. صح؟ ده ايه؟ ده اي
C في الـ N وده E C في الـ P وده E V في الـ N وده E V في الـ P. المعادلة دي بتقولك إن الفرق ما بين الاثنين دول هو مين؟ هو نفسه الـ V نوت اللي هو نفس الفرق اللي أنا رسمته هو V نوت مش كده؟ يبقى البارير اللي بتتكون ما هي إلا إيه؟ هي الفرق في الـ conduction band edge ما بين الاثنين اللي هو نفسه الفرق في الـ valence band edge ما بين الطرف بتاع الـ P والطرف بتاع الـ N. ها يا جماعة؟ بصوا الكلام ده أعتقد إنه عايز مذاكرة. يعني أول حاجة طبعا يستلزم إن أنت تبقى فاهم اللي فات أحسن شوية من اللي أنتوا بتذاكروه. تاني حاجة الرياضة بتاعته فيها شوية شغل برضو والفيزيك بتاعته فيها مجال لكلام كتير. فيا ريت الناس تذاكر كويس الجزء دون يعني أو طبعا كل المنهج يذاكر كويس. تمام؟ تمام. طب دلوقتي إحنا أنا زي ما قلت لكم طبعا أنا عايز أخلص المنهج مش يوم الخميس يعني عايز أخلصه الحد والتلات. أوكي؟ تمام. طيب دلوقتي انتوا المفروض ابتديتوا مع باشمهندس مصطفى النهارده الشيت بتاع النان ايكوليبريم وباذن الله هنلحق ننزل شيت صغير كده على البي ان جانكشن يا رب يعني نلحق زي ما قلت لكم انا مش عايز اشغلكم لغايه اخر يوم هيبقى صعب شويه ان يبقى عندكم شغل يوم الخميس الجاي والامتحانات هتبتدي يوم السبت اللي بعده بعدها بيوم يعني فربنا يسهل ونقدر نخلص على قد ما نقدر الترم الصيفي المزنوق ده. اوكي؟ تمام يا جماعه اوكي يلا نشوفكم باذن الله يوم الاحد مع السلامه مع السلامه دكتور